Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap manusia tidak lepas dari godaan syaitan. Syaitan menggoda dan menggelincirkan manusia agar menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyesatkan manusia adalah tekad setan sejak Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Karena itu manusia harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan ta'awudz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita tentang bacaan ta'awudz. Di antaranya adalah bacaan yang berlafazkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang mengandung arti aku membentengi diri serta meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terusir dari segala kebaikan dan terkutuk, supaya tidak membahayakanku baik di perkara dunia maupun perkara akhirat, atau menghalangiku dari sesuatu yang diperintahkan kepadaku, atau menjerumuskanku ke dalam perbuatan yang aku dilarang untuk berbuat, sehingga aku tersesat dan binasa, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menghalangi setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah salah satu prinsip ta'awudz yang diajarkan oleh Sayyidina Syekh Maulana Muhammad bin Wasi radhiyallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خطهن بطهن كشلفن طه طه شراهيا بمستعتر برقيل لشطاه ضاء نزل غضب ربي وأحرق مرابة الجن والشياطين بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اعطيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وفي السماء رزقكم وما توعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك سلطت علينا شيطانا عدوا لنا بشيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم فأيزه منا كما أيزته منك وقنطه كما قنطته من عفوك وباعدنا بيننا وبينه كما باعدته من جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم يا دليل المتحيرين ويا غياث المستحضرين ويا خير الناشرين بحق إياك نعبد وإياك نستعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خطه بطه كشلف طه طه شراهيا بمستعتر برقيل لشطاه طا نزل غضب ربي وأحرق مرابة الجن والشياطين بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
الرحمن على العرش استوى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اعطيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وفي السماء رزقكم وما توعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك سلطت علينا شيطانا عدوا لنا بشيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم فأيزه منا كما أيزته منك وقنطه كما قنطته من عفوك وباعدنا بيننا وبينه كما باعدته من جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم يا دليل المتحيرين ويا غياث المستحضرين ويا خير الناشرين بحق إياك نعبد وإياك نستعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.